في لطيف تغير وكبير جديد وقتي من أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقتي من أربعة شارع شريف الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف مين مش هجري وراك لو انت ايه مش هتركك لو انت مين مش هجري وراك لو انت ايه مش هتركك لو انت مين مش هجري وراك لو انت ايه مش هتركك لو انت مين مش هجري وراك لو انت ايه مش هتركك لو انت نار انا ميه لو انت اسوى انا حنيه لو انت نار انا ميه لو انت اسوى انا ايه لو انت غنوه انا موال لو انت رحله انا رحال لو انت غنوه انا موال لو انت رحله انا رحال لو انت جرح انا مداوي عشق يا عين ومجنبي يا ماي لو انت مين مش هجري وراك لو انت ايه مش هتركك لو انت مين مش هجري وراك لو انت ايه مش هتركك واحيان زمانك وزمان لا تروح وترجع هنا تاني واحيان زمانك وزمان لا تروح وترجع هنا تاني واحيان زمانك وزمان لا تروح وترجع هنا تاني وتقول لي اسف انا ندمان ومن بعيد تتركاني ويا ماي لو انت نار انا ميه لو انت اسوى انا حنيه لو انت نار انا ميه اهلا وسهلا يا اهلا ايه الحلاوه دي والمشاهدين الحلوين اللي شايفيننا دول عندنا النهارده حاجات حلوه في الشارع نتمنى تقضوا عندنا وقت حلو ومعانا اكلات حلوه قوي 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 مع شيف منى صباحي اهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا ايه الحلاوه دي ياسي اكلاتنا ايه النهارده اكل كله صحي ومفيد ايوه ارجوكي اخترت الاكلات اللي عاده الناس مش بتحبها بس عملناها بطريقه مشجعه عاملين اول حاجه لوبيا بالسلق طبعا هي وصفه صوتها غريب بس هي وصفه قبرصيه وطعمها حلو قوي وعاملين بعدها سبانخ كريمي بالمشروم الناس ما بتحبش السبانخ هتعجبها اكيد وفي الحلوه عندنا شكلمه بالشوكولاته يا شكلمه انت جميل بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي مع منى عندنا استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب زي كل يوم سبت نسمه لسه مسافره ما جاتش بالسلامه نتمنى انها تكون معانا الاسبوع الجاي هنختم بقى النهارده وعندنا فاشن شو عرض ازياء في حاجات حلوه قوي 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 في 60 سواري وفي 60 افراح تجنن والاول مره بتشرفنا استاذه ميسة وحيد اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازيك يا ميسة ازيك اخبارك ايه الحمد لله منوره ربنا يخليك الكولكشن تجنن تسلم احكي لنا كده بدات ازاي في عالم الازياء يعني انا بدات من سنتين ونص كده وكانت الموضوع هوايه وبعد كده اتطور بقى ان انا لقيت نفسي لا عايزه اشتغله فعلا بتعملي في ستين خطوبات وافراح وسواريه
صح كده؟ اه منوره، ربنا يخليك. اهلا بيك، ما دام في عرض ازياء يبقى اكيد بنات الشارع الحلوين جايين كلهم متالقين. اهلا وسهلا. ازيكم حلوين؟ اهلا وسهلا. طيب انا هنا اهو عندنا كمان مزازيك النهارده مع عندليب الشارع حسام حسني. اهلا وسهلا. حاسس النهارده باير ايديه وجعاه، ما بيطبلش كويس. لا بس تلاقيه حران شويه. حران؟ وريني كده يعني. لا اسرع 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 كمان. لو جالك كرامب ما بيجيلكش كرامب في صوابعك او في ايدك؟ عادي وانا شغال والله. ما شاء الله. وانت وائل مش سامع القانون بقالي فتره، قاعد كده حتى ما بيشوفش اي حاجه بتحصل. الايه قال ايه؟ لا 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 بيقول لك تمام بخير. لا قال ايه يا حسين؟ ولما اطلع له قال ايه؟ بيقول لك هندسه. هندسه ايه؟ هندسه. قول يا وائل قلت ايه؟ قول مثلا ما اطلع له. قول قلت ايه؟ هندسه صامته؟ هندسه صوتيه. هندسه لا بقول لك ايه، احنا عندنا احسن مهندسين صوت في مصر. جرى ايه؟ انت اللي قانونك بايظ. ده ايه ده؟ طيب نسمع حاجه بقى للهضبه؟ يتعلموا. يلا عمرو دياب. سامع يا وائل؟ يتعلموا. يتعلموا. وبعديها فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في المطعم مع منى صباحي. خليكم على سماحه مزيكا. يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوفهم فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوفهم فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. اللي عنده ضحكة زي دي واللي لون عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا، احكي له اللي شفته انا بعينيا. واللي عنده ده سيدية واللي لون عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا، احكي له اللي شفته انا بعينيا. اموت اموت من الضحكة دي، اموت اموت من النظرة دي. الله 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 عيني عليك. يتعلموا ويقلدوا ده مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حضن عمري ما بعيدوا. يتعلموا ويقلدوا ده مش بعيد يتعقدوا، جماله بيزيد كل يوم عن حضن عمري ما بعيدوا. واللي عدى 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 الجمال ده شفته بره واحدة، عيني 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 بردة، يخلى قلبي نقر وتهدى. واللي عدى 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 الجمال ده شفته مرة واحدة، عيني 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 بردة، يخلى قلبي نار وتهدى. أموت أموت من الضحكة دي، أموت أموت من النظرة دي. الله 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 عيني عليك. واللي عدى 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 أربعة. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. النهارده عندنا الاكل شهي وفي خضار وبقوليات والحاجات اللي انا بحبها، والست منى منور. ميرسي. انت هتفكي البريسز امتى التقويم؟ لما تعدل والبس الاستك. مش بتلبسيش الاستك؟ اه. طب انا هقول لك فكره لطيفه قوي.
حطيه جنب السرير على الكومودينو وقبل ما تنامي بالليل البسيه. ما انا بعمل كده، انا بلبسه بالليل بس بصحى بقى تاني يوم الصبح شغلي بدق على طول فبقلعه وخلاص. طب ليه؟ طب ما تدقي وانت لابسه الاستك. لا ما بعرفش ليه، انا كنت باكل بيه نط. لا 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 انا باكل بيه كنت، يعني انا بتكلم كده لابسه الاستك. لا لا لا, لا. لان هو التقويم للي مش فاهم، يعني التقويم ده اللي هو اللي احنا حاطينه في سنان الحديد ده، وفي مرحله ما بس انا عديت من المرحله دي، بنركب اساتك من فوق لتحت ومن تحت، قصه كده معقده. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا مالي حلوه. ما هذا؟ دي لوبيا بموت فيها. لوبيا بس على طريقه قبرصيه. من الحاجات اللي احنا يعني البيوت ما بتعملهاش، مش عارف ليه. مش ايه بقى؟ ده انا بموت فيها. لا انا ما بحبهاش. انا بموت فيها معلش. وده ايه؟ دي سبانخ كريمي. يعني ايه؟ كريمي. كريمي اوكي. وده ايه؟ ودي شكلمة بشوكولاتة. شكلمك تاني. الإفيه ده كنا بنقوله في برنامج كنت بعمله اسمه حلو يا حلو وصوموا وصلوا باين ولا حاجة كده في رمضان في سنة 2002. اوكي. كنا المقادير بنقولها بالميوزك وبالغنى وبنعمل شو. من أحلى الحاجات اللي عملتها في حياتي، ويعني الأستاذتي العظيمة ربنا يديها الصحة أستاذة شكار خليفة هي اللي كانت صاحبة الفضل إن أنا أعمل البرنامج ده، وكان من أحلى الحاجات اللي اتقدمت في قطاع النيل للقنوات المتخصصة أيام ما كان اسمه كده. الحمد لله. نهار. الحمد لله. يلا قول لنا اللوبيا. مقادير اللوبيا عندنا كوبايتين لوبيا مسلوقة نص سلق، بصلاية مفرومة وفصين توم مفرومين، وكوبايتين سلق متقطع، وكوباية مرقة، ومعلقتين كبار بقدونس مفروم، ومعلقتين كبار شبت مفروم، ومعلقة صغيرة دقيق، وعصرة ليمونة. الله. انظر يا سيدي الفاضل. نظرت. أول حاجة هنعملها طبعا اللوبيا مسلوقة بتاع نص سلقة. احكي لنا. لا استني بقى. بصوا بقى في ناس مش عارفاها. استني بقى قبل ما تحطي الزيت. هتقولنا كده اللوبيا. ايه؟ في ناس مش عارفة اللوبيا؟ في ناس مش عارفة. معقول؟ بصي كل الأطفال مش عارفة اللوبيا. نص شباب مش عارفين اللوبيا. ازاي الكلام ده؟ عشان البيوت المصريه ما بتعملش خضار، ما بيطبخوش. اوكي. بيعملوا شويه فراخ بانيه او كفته وجنبها مكرونه، ده الاكل، لكن هو ما حدش بيعمل خضار غير ناس قليله. واللي بياكلوه كبار مش صغيرين، عشان كده الصغيرين كلهم صحتهم بايظه. دي اللوبيا. احنا بتستسلق ازاي؟ بنحطها في ميه بس ونغليها، ما بتاخدش وقت كتير يعني. طيب بصوا يا اولاد، اللوبيا من ميزاتها انها ممكن تتاكل سخنه مع رز. ممكن تتعمل في سلطه. تبقى حلوه. تبقى تجنن في السلطه. تبقى حلوه قوي. طب يلا. انا ما بحبش بقى طريقه الصلصه دي خالص، فقعدت ادور على طرق اخرى ناكل بيها اللوبيا، والحقيقه الطريقه دي عجبتني جدا جدا. انا عامه ما بحبش الخضار المثبت بقى. من قبرص جيراننا يعني. هنحط الخضار المثبت كده من صفات كتير. لا يعني افضل الملوخيه والخبيزه والخضار الاخضر والقلقاس. البصله بس تصفر يعني، مش عايزينها تلون قوي. اوكي. هنروح حاطين عليها الثوم. بس نشم ريحته برده ما يلونش خالص. نروح حاطين السلق. دلوقتي طبعا السلق في الموسم بتاعه. وبرده ثلاث ارباع الناس مش عارفه السلق. سيبي لي واحده اثنين كده. انت مقطعه؟ متقطع. بس هو شكله زي السبانخ والجرجير. احكي لهم ايه هو السلق؟ السلق ده من الخضره. زي السبانخ والجرجير، وده اللي بيستخدم في عمل القلقاس الاخضر، القلقاس بسلق. قولي لي انك ما بتحبيش القلقاس. انا بحب القلقاس جدا. انا ده انت نجحتي جدا. انت مش قلت لنا هتعملي لنا الاكله اللي عملتيها القلقاس؟ طب القلقاس في المسابقه. القلقاس ده يا جماعه شيء عبقري. انا بحب القلقاس اللي بالسلق، وبحب القلقاس اللي بالدمع واللحمه المفرومه. وهي بتعمله بتحمره زي الشيبس. ده حلو قوي. تحفه. ماشي. برضه الاطفال مش عارفه تقول ايه. كولكاسيا. كولكاسيا. الفتت بقى، بص الورقه خلاص فتت خالص دبل. هحط اللوبيا المسلوقه نص سلقه. ايوه. ممكن ثلاث ارباع برضه ما يضرش. نقلب نقلب نقلب. وبعدين هنحط المرقه. وهنسيبها تكمل سوا. ونغطيها ولا مش مهم؟ في المرقه. لو حاسين المرقه عماله تتبخر مفيش مانع نغطيها. اوكي. بس هنمثل دلوقتي انها اتطبخت. أوكي. اوكي. بعدين بعد ما خلاص استوت هنحط الملح والفلفل. ادي الملح. وادي
الفلفل وهنقلبهم. وبعدين بقى عندنا هنا معلقه دقيق صغيره، معلقه الدقيق الصغيره دي انا هقلب عليها عصره الليمونه هكذا، هدوبهم في بعض عشان الدقيق ما يكلكعش. بس وظيفتهم ايه الدقيق والليمون ده؟ اولا طبعا الليمون هيدينا طعم، هيدينا فريشنس، والدقيق هيتخن شويه بقيه المرقه اللي فاضله وهيدي قوام للصوص. مش هتبقى كده حواليها ميه ميعه، لا هيبقى حواليها صوص خفيف، ما هوش سميك ولكنه خفيف، وهيبقى طبعا طعم جراء الليمون. نقلب تقليبه هنلاقيه خلاص اهو على طول بيتخن معانا، وزمان طبعا اللوبيا استوت ان شاء الله. هنروح مقلبين معاها شويه الشبت وشويه البقدونس، وكل عام وانتم بخير. ودي ممكن تاكل ساعه؟ طبعا ممكن تاكل ساعه، بس انا بصراحه عجبتني جدا 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 وهي سخنه جدا. قوليها عملتيها ازاي كده؟ بص، في الاول شوحنا البصل والثوم وحطينا عليهم السلق لغايه ما فتص خالص، بعدين حطينا اللوبيا وغطيناها بالمرقه، سيبناها تستوي لغايه ما استوت، هي اصلا مستويه من الاول فمش هتاخد وقت كبير. بعدين حطينا ملح وفلفل وجبنا الدقيق دوبناه في حته شويه ليمون وصبناه، وفي الاخر خالص رفعنا وحطينا البقدونس والشبت. اوكي، بس خلاص. طيب دلوقتي هنعمل السبانخ، ونزلوا لنا مقادير السبانخ. اتفضل. مقادير السبانخ عندنا نص كيلو سبانخ متقطعه، ثلاث فصوص ثوم مفروم، كوبايه مشروم متقطع شرايح، وبصلايه مفرومه ناعم، ثلاث معالق كبار زبده، معلقتين كبار دقيق، كوبايتين ونص لبن، وربع معلقه صغيره جوز الطيب، وكوبايه وربع جبنه رومي. الله، برضو موضوع سهل جدا وبسيط خالص خالص خالص. كانت سهله كده بسيطه. ممكن بس تجيب لي مقطعه بتاعت جوز الطيب عشان نسيت اطلعها. هحط في الاول الزبده تسيح على النار. انت بتحب السبانخ؟ تحب السبانخ؟ جدا. بالصلصه وكده؟ يعني اي سبانخ هاكلها. انت عارف انا كنت طول عمري وانا صغيره فاكره. عايز جوز الطيب اصلا ولا في عندك؟ موجود هنا. كنت طول عمري وانا صغيره فاكره ان السبانخ هي طعمها كده اللي هي ناكلها، بس اكتشفت بعد كده ده طعم الكزبره الخضراء مش طعم السبانخ. لغايه بقى ما في مره كنا معزومين في حته وانا لسه صغيره يعني، كانوا عاملين سلطه بالسبانخ. كانت سبانخ نيه، جيت اكلها لا طعمها يعني حاجه تانية خالص، قلت ايه ده؟ وقتها فعلا ادركت ان احنا في مكون ممكن يبقى ليه كذا طعم، ولسه صغيره كان عندي مثلا 5 سنين. انا بحب سلطه السبانخ بالفراوله. اه، والبرتقال. وبعدين في عندنا في البيت بنعمل سبانخ بيوري، بس انا مش عارف بيعملوها ازاي. بيوري فعلا مضروبه يعني؟ اه مضروب، بيوري زي البطاطس البيوري بالظبط، وبيقطعوا عليها ترانشات بيض مسلوق. تحفه. دي تتاكل في انهي وجبه؟ لا دي تتاكل كده اوردر جنب الاكل يعني، الظهر ممكن بالليل اقعد بعيش محمص او توست، اروح جايب الحته واروح حاطط حته بيض او اعمل كده سبانخ وحته بيض. سلامتين. دي عطفت كده، هي دي عطسه يرحمكم الله، وحته سبانخ وعليها حته بيض فظيعه. ماشي، حطيت الزبده وحط عليها البصل قبل ما الزبده يتلون، ومن ثم هنحط الثوم والمشروم. المشروم انا بحب الونه بصراحه شويه. خلاص جوزتي خلاص؟ لا لسه ما حطيناهوش. المشروم ناخد بالنا ان اول ما بنحطه هيبدا ينزل ميه، وبعدين الميه دي هتتبخر، ودي خطوه احنا عايزين نعملها. حط المشروم، حط عليه شويه ملح عشان الملح بيساعد الحاجه تنزل ميتها. وبالمره بما ان احنا هنا هنحط الفلفل كمان، ونقلب تقليبا جيدا زي ما حضراتكم شايفين. بقيت مذيعه خالص. قوي قوي. فاكر انت في يوم مره قلت لي انت اللي هتقدمي الحلقه النهارده، ما عرفتش اعمل اي حاجه خالص. لا تعرفي ونص، انت قروبه. اهو حطينا المشروم، هنحط عليه جوزه الطيب. ودايما دايما 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 جوزه الطيب بنجيبها بلح مش مبشوره، علشان دي حاجه غاليه وريحتها هتطير لو جبناها مبشوره. نجيبها بلحايه ونبشر شويه صغيرين، انا عارفه انها غاليه بس هتقعد معانا وقت طويل جدا 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 جدا. خلاص المشروم خد لون لذيذ،
هنحط عليه السبانخ، ممكن سبانخ مجمده زي اللي انا مستعملاها دلوقتي، او ممكن سبانخ فريش. دلوقتي الموسم بتاع السبانخ موجوده، فاللي عايز ممكن يستعمل فريش تبقى احلى كمان. وبعدين هنحط معلقه الدقيق، طبعا هما معلقتين دقيق كبار. ومهم قوي 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 اول ما نحط الدقيق، دول معلقتين كبار، نتاكد ان احنا نقلب كويس قوي علشان الدقيق ما يكلكعش في قلب السبانخ. نعمل كده كده لغايه ما نشوفش ابيض خالص، نقلب كويس جدا جدا جدا، نفرد كده اهو. طبعا لو سبانخ فريش هتلاقوها منزله ميه، الميه دي هتتجانس مع الدقيق وتربطه، مفيش اي مشكله خالص خالص خالص. اهو كده خلاص انا ما بقتش شايفه اي ابيض، فممكن انتقل الى الخطوه اللي بعدها. نحط اللبن هكذا. أوكي. وبعدين نقلب. نتعشى بيها دي تبقى حلوه. حلوه جدا، وممكن تعملها دي ممكن تبقى الجراتان بعد كده. نحط اللبن، وطبعا اللبن هيتخن مع الدقيق اللي حطيناه. اول ما يسخن ممكن بقى انا في الاخر اللي فاضل بس هو جبنه رومي. الجبنه رومي انا مقلباها النهارده في وسط السبانخ، بس ممكن اللي عايز يفضي ده في طاجن او طبق حراري شفاف ازاز، ويحط على وشه الجبنه ويدخله الفرن ياخد وش، يبقى سبانخ جراتان هايل. انا مستعمله جبنه رومي عشان بشوف انه بيبقى طعمها حلو جدا في الوصفه دي، بس طبعا اللي بيحب اي جبنه تانية ممكن يستعملها مفيش مشكله. الله، انت خلصتي؟ خلصت. عايزه اتناقش معاكي في موضوع. استر يا رب. لا لا لا، موضوع لذيذ جدا. خير. ايوه انا عايزه مواضيع لذيذه والنبي، مش قصدي نكد اليومين دول. انا ما اعرفش نكد، ما لناش دعوه بيه. بصي يا منى، انت شخصيه بتحبي كل حاجه منضبطه ومظبوطه، بيكي قوي زي ما بيقولوا كده. انت نمكيه يعني. نمكيه، وانا زيك. انت ازاي بتنقي اصحابك؟ الصحاب احنا بننقيهم، الاهل احنا مش بننقيهم، الاهل بيتفرضوا علينا وكل واحد وحظه واهله. بس الصحاب احنا بننقيهم على مزاجنا، الزملاء مش بننقيهم. صحابك واصدقائك، وايه الفرق بين الصاحب والصديق عندك؟ بص انا سبحان الله الوقت هو اللي بينقيهم لي. بمعنى؟ يعني مش بشوف حد اقول انا عايزه ابقى صاحبة ده وكده، لا، انا في مواقف بتجمعني بالناس، يا اما بتقربني ليهم يا اما بتبعدني عنهم. اوكي. بس يعني مش طب يعني انت مثلا على سبيل المثال عندك اصدقاء من المدرسه لغايه دلوقتي؟ علاقتك بيهم ايه؟ للاسف مش وطيده، مش بمعنى ان انا مش بثق فيهم او ان هو مش بحبهم، بس بمعنى ان احنا مش عندنا فرصه ان احنا نتقابل. بس كل ما بنقعد حتى لو كل سنتين بنحس ان احنا كنا سوا امبارح، عارف؟ اوكي. واصدقاء منك، انت كنت في كليه الهندسه؟ كنت في فنون جميله. فنون جميله؟ لا انا بحب قوي قوي بقى صحابي من الجامعه، لانهم بجد كلنا مختلفين عن بعض تماما. يعني في المدرسه كل الناس بتبقى تقريبا من نفس المكانه الاجتماعيه وتقريبا عائلتهم شبه بعض، بس في الجامعه كل اطياف المجتمع موجودين. انا في المدرسه فاكر صحابي، بس هي ما كانش عندي صحاب قوي في المدرسه، يعني مش زي دلوقتي طبعا. صحابي في المدرسه مش عارف، انا شويه كان عندهم مشكله معايا في الغالب، في مشكله تنمر. بس مثلا كنت عايزهم في عيد ميلادي يجوا، مش كنت بعمل عيد ميلاد كبير. اوكي. في الغالب كانوا يجوا. وبعد كده لما دخلت الجامعه ما حدش يمكن، ما كنتش اعرفهم خالص، عملت صحاب بالجامعه. بعد كده بقيت مشهور شويه، بقوا يعني قريبين، بقينا نعرف بعض، وساعات بنقعد وابقى فاكر كل واحد فيهم وهم قاعدين قصادي كده تنمر عليا قال ايه. وببقى نفسي اقول له فاكر انت مره قلت لي كذا 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 كذا، بس بأحرج عشان ما احرجوش قدام الناس. طب لا انا شايفه لو انت شايل منه ما تقابلوش اصلا. ما اغلبيتهم يعني مش بقابلهم كتير يعني، بس افتكري وانا قاعد قدامه كده قلت له بقول لك ايه، احنا في سنه ثالثه اعدادي انت قلت كذا 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 في وشي، اقول له ولا بلاش؟ لا انا شايف ان انت عندك كلكع من الموضوع، لو ده هيساعد ان الكلكع تدوب. لا هي ده لازم اصلا تقول. مش فارقه معايا. لا لو انت لسه فاكره تبقى لا ما بنساش، انت عارفه. لا يبقى كده الكلكع موجوده، يبقى انا مكلكع، يبقى هقول له. لازم تقوله لو انت عايزه يفضل صاحبك. لا مش فارقه، خلاص يبقى طنش وابتسم، ما تشيلش الكلكع معاك. طيب صحاب الجامعه بقى، لا يعني مش كتير قوي بس لسه صحابي لغايه دلوقتي، بموت فيهم. صحاب الشغل، انا اشتغلت شغلات كتير قوي،
بس اكتر شغلانه اشتغلت فيها انا بقالي 24 ولا 25 سنه التلفزيون، فبقى عندي صحاب كتير قوي بيشتغلوا نفس الشغل، يعني هم مذيعين ومذيعات. بس ساعات الصحاب في بعض الاوقات بيبقوا يعني اقرب من العيله، ممكن تقولي حاجات للصحاب ما تقولهاش للعيله، انت أيوه كده؟ ايوه. بس هقول لك على بس حاجه، بس انا مش كده. انا هقول لك على حاجه، احنا واحنا صغيرين مامي هي ربتني انا واختي، وكانت حياتها صعبه، وفي نفس الوقت باباها ومامتها كانوا بيحاولوا يساندوها على قد ما يقدروا، وكانوا بيشيلوا همها. بس هي كانت بتعمل حاجه ان هي ما بتقولهمش لما يكون في حاجه مشاكل. ما بتقولهمش المشاكل، بتقولهم الحاجات الحلوه بالظبط. فبقت الزياره ان احنا مثلا نروح لهم بتبقى نفسيا تقيله عليها انها تروح هناك وتعمل كل حاجه وهي شايله بلاوي بلاوي. وانتوا ما كنتوش بتفتنوا؟ احنا كنا بنفتن طبعا، وهما كانوا بيزعلوا وبيحاولوا يصلحوا قصدي. بس انا لاقيه ان انا دلوقتي بقيت بعمل كده معاها. ايه؟ بقيت ما مش بحكي لها على الحاجات اللي عارفه ان هي حد. لا بصراحه انا بحكي الوحش قبل الحلو. انا من النوع اللي يعني احكي لاهلي وبعدين احكي لاصحابي. بس انا طبعا عندي اصدقاء فظاع، يعني ربنا رزقني بشويه ناس كده حواليا مرعبين. وانت عندك كده دلوقتي صح؟ انا عندي الحمد لله صحاب. كم صاحب وصاحبه؟ لا كتير الحمد لله. 10؟ لا اكتر طبعا. لا الدايره الصغيره يعني هو الكلوز سيركل زي ما بنقول. انا 5. طب انت قصدك كلوز ان انت بتشوفهم كتير ولا ان انت بتحكي لهم كل حاجه؟ لا بحكي لهم كل حاجه، بس مش مهم ممكن ما اشوفهمش. لا ده انا بحكي لاي حد اي حاجه. ضايعه. طيب بهذه المناسبه هنسمعك ايه؟ امل حياتي يا حب غالي لست ام كلثوم بصوت مطربنا حسام حسني عندليب الشارع. هو انت لقبك ايه؟ في الشغل؟ في الشارع هنا. عسكري الشارع. ماشي. عسكري الشارع ماشي. وبعد كده فاصل، بعد فاصل هنعمل ايه؟ هنعمل شكل لما بالشوكولاته. شوكولاته. مزيكا يلا. اللي حبك خلى كل الدنيا حب، اللي قربك صحى عمري وصحى قال اللي حبك خلى كل الدنيا حب، اللي قربك صحى عمري وصحى قلب، وانت معايا يصعب عليا رمشة عينيا ولا حتى ثانية، وانت معايا يصعب عليا رمشة عيني ولا حتى ثانية، يصعب عليا لا يغيب جمال لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك لو شواك معايا يصعب عليا رمشة
عيني ولا حد ثاني يصعب علي، لا يغيب كمالك، لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلال. لو شوية قد كده مشتاق إليه، قد كده ملهوف عليه، قد كده مشتاق إليه، قد كده ملهوف عليه. نفسي اندهلك بكلمة بكلمة ما اتقالتش لحد تاني. نفسي اندهلك بكلمة بكلمة ما اتقالتش لحد تاني. كلمة قد هواك ده كله، كلمة قد هواك ده كله، قد أشواقي وحنان. كلمة زيك، كلمة زيك واللي زيك فين؟ كلمة زيك، كلمة زيك واللي زيك فين؟ فين ده انت زيك، ده انت زيك ما اتخلقش اتنين. صحيني عظمة أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. ما هحضر لكم قفلة مزيكا الأسبوع الجاي هتعجبكم، وأنا عارف مشاهديني كلهم بيحبوا الحاجات الملعلطة كده. موسيقى بروبرو، حرف البروبرو ولا مش عارفة إيه؟ شفتشي شفتشي. أنتِ عارفة شفتشي ده إيه؟ عارف ان هو قماش، هو قماش ونوع فضه. اوكي. السلك فيه مشهورين بيه في مصر وسوريا، بيجيبوا الفضه السلك الرفيع ده بتاع التلي، زي التلي بس بيعملوا بيه فناجيل قهوه وشاي وصواني. بيبقى سلك ناشف ويقعدوا يلفوا حوالين نفسه زي حلزونات حلزونات كده. هو مبروم ده؟ ايوه. عرفته. بيعملوا بيه ويبقى صغنطه زي الدانتيل كده. ايوه عرفته. ده اسمه شفتشي. اوكي ده حلو قوي. اشي. واحده صاحبتي اسمها مريم شاف برضه، بس تخيلش الناس تقولها شاف، تقولها شفتشي. شفتشي. انت قلتي لي ان انت بتاخدي كورسات جديده. احنا وشنا حلو على الناس، اللي بيجي عندنا هنا ربنا بيفتح له.
بص شيف ماجد، شيف ماجد محسن. بص هو انا طبعا اعرفه من زمان، من سنه 2016 كنت انا طالعه مسابقه كده في اليونان، وكان هو بيدربنا على طبق الحلواني. هو دايما اصلا بيدرب المنتخب، يعني شاف كبير قوي 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 وعلمه كبير وغزير، وسافر بره كتير واشتغل بره وتعلم بره وحاجات كتير حلوه. طب يا شيف ماجد احنا عايزين العلم بتاعك ده ننشره من خلال منى، عشان كده بتطلع معانا وبتقول علم للناس، مش كده ولا ايه؟ اتفضلي. ما قلت لك ان في اعتبارات اخرى. لا قولي. المهم انا كنت بتكلم معاه النهارده بقى وبقول له يا شيف ماجد لما كنت بتمرني مسابقتي، مسابقتي انا مش فاكره حاجه. قلت له فعلا انا اول مره شفته قد ايه اثر فيا، لان انا كنت وقتها بشتغل في فندق، وانت عارف قد ايه في الفنادق او في كل المؤسسات اللي هي كبيره قوي اللي فيها ناس قديمه دايما مش كل الناس بتبقى سويه يعني نفسيا. وانا كنت منبهره قد ايه هو راجل كبير مرموق زيه وبيتعامل معايا عادي. هو ده الطبيعي، لا هو راجل طبيعي. لا 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 ده مش طبيعي خالص في مجالنا خالص. لا هو طبيعي اللي مش طبيعيين التانيين. المفروض. عايز اسالك سؤال. بتبسط قوي لما يتقال لي ان انا بالبرامج اللي بقالي 20 سنه بعملها، بقالي 25 سنه، غيرت نظره المجتمع للشيف للطباخ. هو ده حصل؟ اكيد. بس طبعا لسه في مخخزين خيال. بس في مخخزين خيال؟ طبعا انا حكيت لك على صاحبتي. ايه؟ صح. خلاص بقى ماشي. ما حدش زعلش، ده انت فضيحه قدام كاميرات يابا. يعني لان واتمنى بقى ده هيحصل في بقيه المهن. يعني في زمان يقول لك طباخه، طباخ، شيف، ايه ده؟ لا ازاي؟ يقول لك الاسطى الطباخ، معنى كلمه اسطى دي يعني حد محترف. انا احب ابقى الاسطى المذيع شريف مدكور، فيري نايس. ده اللي هيقول لي كده ده بيمدحني، ان اسطى دي الاسطى والمعلم اللي هي الكلمات المصريه القديمه دي بتدل على حد حريف في شغلته. يقول لك ده اسطى سواقه، ده اسطى نجاره، ده اسطى حداده. دي بالنسبه لي انا بشوف انها مش اهانه، بالعكس، ده قسط حلاق، ده قسط كوافير. انت معايا؟ جدا جدا. ان في شيفات على فكره برضو مخهم بايظ، يقول لك انا مش طباخ انا شيف. الطباخ ممكن يبقى اي حد، بس الشيف مش اي حد. يلبس جاكيت الشيف المفروض يكون مش طب دي اول واحده. ما هو طباخ حضرتك هي شيف بس بالانجليزي او بالفرنساوي. هي يعني احنا هنجمل في الشيف جيف جيف جو يعني. ويقول لك ده مش شيف اصلا، ده صنايعي. هي الصنايعي دي حاجه وحشه. الصنايعي ده حضرتك يا اللي بتتريق بيعرف يعمل، يا ريتني كنت صنايعي. ده انا وطول النهار اقول كده، يا خيبتنا اللي دخلنا الكليات ما استفدناش اي حاجه. انا الكليه دي قعدت فيها 5 سنين، هي المفروض 24 سنه. انا مش فاهم كنت اي حاجه، لان انا درست حاجات بكرهها في كليه التجاره دي. لا ولا عمري رحت محاضره اصلا، وكنت بنجح كده. مش عارف كنت بصراحه مش عارف دخلت الشهاده دي ازاي. انا بقولها بالفوم المليان، جايز يسحبوها مني مش مشكله. انا مش عارف. انا في ماده مره اسمها التكاليف، كانت في سنه ثالثه، انا دخلت رسمت كده. ما هي مش عايز ازعل حد، ملهاش لازمه. يعني مش ملهاش لازمه التكاليف، ملهاش لازمه اللي انا درسته. هي كانت مهندسه درس هندسه، بس بالنسبه لها ملهاش لازمه برضو. حاجات مش على مزاجنا. اوكي. اللي فادنا فعلا هو الصنعه. اللي فادنا هو الصنعه. يعني انا بشوف مثلا يا بخت مثلا اللي بيخشوا فني صنايع قسم تبريد وتكييف. يا سلام، هيشتغل، هيعرف يصلح التكييف ويركب التكييف. وشوفوا مصر فيها كام مليون جهاز تكييف. فلو انت اسطى شاطر وفاتح ورشه كده صغيره وبتراعي ربنا وبتصلح التكييف كويس، هقول لجاري ده فلان ده قسطة شاطر جدا وامين، هاتوا فلان. هيقول له فلان. فالورشه دي هتكبر وهتتغني وهتبقى تاخد بقى توكيل التكييفات والحاجات دي بعد كده. فاحنا عندنا طبعا حاجات احنا فيها، عندنا عقد وكلاكيع مكلكعه جدا. والناس بقى لما كانتش بتعاملني بطريقه وحشه كنت يا تي بنت جميله عايزه تيجي تتبسط وتلعب في المطبخ، مش بياخدوني على محمل الجد. بس هو كان بيعملي كانسان جاي يشتغل، يعني جاي ياكل عيش
انسان عادي بغض النظر بقى ست ولا راجل كبيره ولا صغيره كايكوال لي. ودي كانت قد ايه بالنسبه لي حاجه مبهره ان انا فضلت لغايه النهارده فاكره اليوم اللي قابلته فيه في 2016 وهو مش فاكر ده اصلا, هو فاكرني انا بنت كويسه ومجتهده. لا بنبعت له الف سلامه, انا كنت بهزر معاك, كنت قلت لها اي نعم تسيب البرنامج بس بهزر معاك, بس مش هتسيب البرنامج حضرتك خالص. طيب عايز ارجع بس مره ثانيه لموضوع العقد. يعني احنا دلوقتي الشيف عشان في شيفات بقى نجوم بيطلعوا في التلفزيونات بيعملوا برامج راكبين عربيات فارهه ربنا يزيد ويبارك, فالناس بقت شايفه ان دي حاجه كويسه. على فكره في صناعيه في مجالات كتيره قوي زي النجارين والحدادين وكده وكذا وكذا عندهم برضو ورش كبيره قوي, والورش دي تحولت الى محلات كبيره مصانع. قوي ومصانع وبقوا راكبين شاطرين بنجوم في حتتهم, زي ما في بقالين بقال صغنطط كده وكان بيجيب بضاعه مختلفه ويرص بطريقه حلوه فالناس تروح له, بقى دلوقتي السوبر ماركت وسلسله عنده محلات في كل حته في مصر. فهو التكه في ايه بقى؟ ان الواحد يسيبه من كلام الناس ويركز في اللي هو فيه وفي الحاجه اللي هو بيحبها ويفهمها ويتقنها ويزوقها يخلي شكلها حلو. انا بحب الحاجات تبقى شكلها حلو كده بصراحه, حتى لو انا محل سباك هرص الحاجات بطريقه حلوه, هروح للناس مش لابس جوانتي, حاجه ريحتي حلوه قبل ما اخش عند الناس. يعني انا فاكر زمان كان بيجي لنا سباك وبعديه مشي من الحته اللي احنا كنا فيها وجي سباك تاني, السباك التاني ده كان يخش هيصلح حنفيه ولا حاجه لابس جوانتي ومعرفش ده كان بيحط بقى بارفان مثلا وهو معدي كده ريحته كويسه فله بصراحه. كل الناس بقت تجيبه, كل الناس هو مش بتجيبه عشان شكله بس, هو شاطر جدا 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 وشكله فله, وهو صنع. انا ما اقدرش اعيش هنعيش من غير السباك ده, الف سلام وتحيه ليه, هنغرق. ونفس القصه الكهربائي وكذا وكذا وكذا. فالناس الصناعيه اللي زي دول وفي مصر بالذات بقى شاطرين قوي في, يعني مش عشان انا مصري يعني بمدح في شعب مصر, بس احنا عندنا ناس شاطره بجد المفروض نحافظ عليها. نحافظ عليهم صح, عندك حق نحافظ عليهم. مش هكلمك تاني يا الشيخ ماجد قاله لك. فهي دلوقتي فخوره ان هي طباخه, وانا زي ما انا كده فخور ان انا ايه مذيع ستات مصر. ما برضو ما اتقالت عليها في الاول اتقالت بتنمر, بس هو حد يطول مذيع لستات مصر حلويات مصر الجمال دول. ايه ده شكلما بالشوكولاته دي اكله صعيدي ولا اكله جايه منين؟ تعرفي؟ ما اعرفش بس بيكلوا في امريكا برضو يعني فبعيده. مسمينها ايه بقى شكلما؟ لا ماكارون هو ده؟ بس غير الماكارون. لا لوكها. ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده؟ الماكارون هي زي كده جوز هند وبيتقلب معاه بياض بيض زي اسمها ايه انت ايها ماكارون ماكارون ايوه نون. والثانيه الثانيه ماكارون ده زي الراجل اللي هناك ده الثاني ماكارون دي ماكارون ماكارون دي بقى بتتعمل برضو بالبياض البيض بس كلها دي لوز بس فيها تكنيك عالي جدا في التسويه ماكارون. شوف ماجد بيعلمهوني اليومين دول. بيعلمك ايه الماكارون؟ بصي ما كنتش متعلمه. لا في محل اللي هو ده ولا التاني؟ مش عارفه المحل. لا استني بس اللي انت بتعلمه لك ده اللي هو ايه التاني اللي بالمرنج ده؟ ده دي اللوز ماكارون. ده في محل في باريس بيبيع المكرونايه. المكرونايه الواحده ب 15 يورو. اسكتي. اخر مره كنت انا وشريف عارف في العبد صديقي الانتيك بحبه جدا جدا ادي صديق احنا الاثنين شريفين واحنا الاثنين زي بعض بالظبط شريف ونسخه احنا نسختين. المهم ماشيين قال انا قلت له بخبر كل ده قال لي قلت له هات حتى وبعدين قسمتوها بقى لا كانت رفص خدنا المقادير. عندنا كوبايتين ونص جوز هند مبشور, كوبايه وربع لبن مكثف محلى اللي هو العلبه دي هي, ومعلقه صغيره فانيليا, واثنين بياض بيض وملح ذره ملح يعني, ونص كوبايه شوكولاته سايحه, ومعلقتين كبار كاكاو. بص يا سيدي الفاضل الوصفه دي سهله جدا بس فيها تركايه بسيطه خالص هنعملها دلوقتي. هي ضرب بيض البيض. بيض البيض لازم واحده بنفصله نتاكد تماما ان هو ما فيش اي صفار, واحنا مش البيض نفسه هتضربيه هنا. انا كنت هضربه لك في الفيز التاني اسرع.
اسرع؟ لا ده اسرع، لا ده اسرع صدقني. صدق عايزين ندخل هوا. اصبري بقى. طب اسمع كلامي. طيب يا حجه فين ال طب انت كلمي الناس كده لغايه ما ادور لك على البتاع. ماشي. علشان نضمن ان المرنج بتاعنا ينجح، مش بس في الوصفه دي، اي مرنج عامه بنضربه لازم بياض البيض نكون فاصلينه كويس. يعني ايه فاصلينه كويس؟ ان ما يكونش داخله اي صفار بيض، عشان كده واحنا بنفصل البيض ما نكسرش في اللي احنا هنستعمله. يعني يكون عندنا ثلاثه بولات قدامنا، بوله بنفصل فيها ولو طلع البياض ما فيهوش صفار خالص نحطه هنا على جنب، وبعدين نعمل اللي بعده، عشان لو اللي بعده طلع فيه صفار ما بوظلناش كل الايه المقدار. اوكي، فنتاكد كويس جدا ان بياض البيض بتاعنا ما فيهوش صفار خالص، وبعدين نتاكد ان الشيء اللي هنضرب فيه نظيف ناشف، نظيف فله وناشف، مفيش ولا نقطه ميه، مفيش ولا نقطه زيت ولا نقطه سمنه، يكون كومبليتلي نظيف. وممكن برضو ان احنا نمسحه بحته خل، منديل بخل كده، عشان ايه نتاكد ان هو تمام. انت تثق في ذاتك عمياء. عمياء. يلا. انا مش مقتنعه بس هنشوف. اهو ده بياض البيض. مع سكر ولا لوحده؟ هحط معاه ذره ملح. يلا. ومفيش مانع نحط برضو عصره ليمون او نقطه خل، مفيش مانع. مش ممكن. مش ممكن. ذره ملح. انا بقى تعالي بس عشان اعلمكم حاجه يا شيفات مصر. ماشي. دايما الحاجات اللي تتخرب مع بعضيها تحطيها يا شويه طباخين. ايوه طباخين مصر. تحطيها في حاجه تكون مش واسعه، تكون ضيقه. بس احنا عايزين ندخل الهواء. هندخل الهواء اهو. شفتي بقى؟ ماشي. احلى مرنج. طب انا عايزه اطلب منك حاجه، ما تشوفي الشيف ماجد تقولي له عليها. ماشي. يعلمك طريقه الموس شوكولا على الطريقه الفرنسيه اللي بيبقى فيها بيض ني. ماشي. ده انا بعرف اعمله. بجد؟ طب اعملي لي بقى المره الجايه مكتوب. لا لازم تاكلي وقتها، مش هاخد انا. عشان البيض ما يبصش، هعمله لك وقتها وتاكله. في البرنامج؟ خلاص اعملي في البرنامج. ماشي. بس كفايه حلوه كده. شفت السرعه؟ ايوه فعلا انبهرت. بجد انبهرت بجد. شك في قدراتي التقليديه. لا مش متاكده انها مش هتنجح. مش بس شك. بجد؟ اه والله يا ضيعه. ماشي. في هذه البوله تجيب لنا مصفى صغنونه. عايزه تصفي ايه؟ عايزه هرش الكاكاو كده على الوش. حاضر. هنا هحط جوز الهند. انا جوز الهند يعني جايباه من عند الراجل كده وهفضيه على طول، هو ما عملتش فيه اي حاجه خالص. هكذا. وبعدين هروح حط عليه اللبن المكثف المحلى هكذا. زي ما قلت ده مقدار علبه يعني. دي اصغر حاجه عندي. كان اه حلو هكذا. انت هتعملي عليه؟ هقلبهم على بعض وهحط عليهم الفانيليا كده اهو. الفانيليا دي ايه اصلا؟ زرعه؟ الفانيليا بس الفانيليا دي اللي احنا جايين من السوبر ماركت، مش هي الزرعه. ده ريحه الزرعه. الفانيليا اصلا بتطلع في حته اسمها تاهيتي. تاهيتي؟ دي جزيره. ايوه. او مدغشقر. مدغشقر في افريقيا. ومؤخرا بقوا جزيره برضو. مدغشقر جزيره. ومؤخرا بقوا برضو بيزرعوها في اماكن ثانيه استوائيه. مثلا رحت شهر العسل في تنزانيا، كان في هناك. انت رحت شهر العسل في تنزانيا؟ ايوه. ده بجد؟ والله انا من اكبر مشجعين السياحه في افريقيا. انا عارف. انا هفطس واروح زنزبار. انا كنت هناك. بيقولوا حلوه قوي 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 قوي. وبعدين عايز تتدلع وتدفع 5 مليون جنيه هتتدلع، وعايز تروح تتكحرط وتنفع تدفع 5 مليم هتدفع وتتكحرط. فكانت مناسبه جدا بالنسبه لنا، عشان كمان فيها احنا قسمنا رحلتنا نصين. اول رحله رحنا الاماكن التاريخيه في الستون تاون، وشفنا بقى كل المتاحف والبيوت القديمه والعماره والحاجات دي. والنص الثاني قضيناه انتخى بقى على البلاج بقى وكده. بصي انا هقول لك حاجه. انا بعد ما رحت نويبع من شهرين قررت ان مش هروح اي بلد فيها بحر بره مصر. رحت نويبع قبل كده؟ انا كنت معتكفه هناك. لا 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 ايه ده؟ ازاي كده؟ وازاي الناس لذيذه كده؟ وكل حاجه حلوه كده. لا لا نويبع ودهب مفيش زيهم. ما رحتش دهب. بص الخليط دلوقتي كده ناشف قوي متماسك جدا. هنطريب ده ولا ايه؟ هناخد بس ايه شويه من المرنج. شويه الاول، مش هنحط كله مره واحده، قد تلته مثلا. وده نبدا نقلب عادي يعني، ايه ما نخافش ان الهواء هيطلع، ما هو كده كده هيطلع، بس احنا ايه لازم نفك هذا الاشتباك.
ماشي. بعد ما فكينا الاشتباك هنبدا بقى نحط بقيه المقدار، بس ايه نقلب بخفه ورفق. يعني خلاص كده ايه ابتدى يسيب من بعضه. هات بقى التلت التاني. والتلت التالت فين؟ التلت التالت في الاخر على مراحل برضو، مش هنحط كله مره واحده عشان ما نخرجش الهوا. هكذا. بص انا بقلب ازاي؟ كده من تحت. عايز اسالك سؤال، هو ليه الموس شوكولاته ما يتعملش ويتحط في التلاجة؟ علشان البيض ما هو هيبقى سخن شويه. لا انا بحطه عليه وهو بيتعمل هيبقى سخن شويه. هنحط عليه البيضه وبعدين ادخله التلاجة. بعدين ناكله تاني يوم، ايه المشكله يعني؟ ماشي في التلاجة ماشي. انا عبال ما اجيبه لك بقى مش هيبقى في التلاجة. فهمت؟ لا اجيب لك انا تلاجة صغيره كده تحطي فيها بجد ما هزرش. طب انا هعزمك يوم واعمله لك. ماشي بقى لها 6 سنين بتقول لي كده، شفناش منها اي حاجه. جوز ولا اي حاجه؟ لا 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 ولا اي حاجه. لا دي منى دي ست الكل. اسمها يا شيف ماجد. انت اشوفك بس، هو راجل كبير ولا صغير؟ راجل كبير وزي السكر. قد يعني؟ اكبر منك طبعا. يا عنده كم سنه؟ عنده 67 سنه. اوكي. ده اقول له يا شيف ماجد بعد كده. طبعا. بص الراجل السويسري اللي انت جبتيه مره معاكي راح فين؟ شيف ماركوس موجود في مصر؟ في الفيوم. في الفيوم برضه. ومؤخرا بقى لما خدت انا دورة التحكيم اللي انا خدتها كان برضه شيف جميل جدا 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 مصري. اسمه دومينيكو. ده منين ده؟ من ايطاليا. انا بموت في الطلاينة. الشعب الطلايني ده يا جماعه شعب لذيذ. انا في واحد متابعه على الانستجرام عنده محل كده في ايطاليا. كل يوم يعمل فيديو يفرجنا طقم ايه؟ طقم هدوم. اوكي. باهرني. فيني 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 مش عارف ايه، خايف تكون كلمه قبيحه بالطلاينة ولا حاجه. انا مش فاهم. يقعد بقى يخش فيني فيدي فيتشي. فيني 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 مش عارف فيني فيني. اوكي. حاجه وحشه ولا ايه؟ لا انا مش فاهم معناها. انت فاهم معناها؟ فيني فيدي فيتشي. لا هو يقول فيني فيني فيني. لا ما اعرفش ايه ده. بص انا هعمل ايه بقى، هاخد معلقتين، هاخد المقدار كده وانزله هنا. لو حد عنده البتاع بتاعت الشوكولاته امتى بقى؟ هقول لك. لو حد عنده البتاع بتاعت الايس كريم عندنا هنا. طيب ممكن اعمل بيها. تعالى مش تقول احنا عندنا امكانيات يا حبيبتي. طبعا طبعا. الله في شارع شريف. فاكر انا قصدك في مش عارف ايه؟ ايوه يا سلام. شوف يا شيف ماجد عندنا بتاعت الايس كريم اهو. خلي بالك انا هيبقى استخدمها سجاد. يلا احسن ماهر الاسبوع الجاي يا جماعه. عامل لكم مفاجاه. تحفه والله حلو قوي. اي خدمه بس. نفسي اكل ايس كريم. انا بحب جدا ايس كريم في البرد جدا. امسحيها كده وقت ما تبقاش مجعلصه. خاطر. ايوه دي اللي صح اللي فيهم. دخلها بقى الفرن. هنرش بس رشه ايه؟ الكاكاو. خد المصفى دي. حط الكاكاو كده اهو. نيجي هنا اهو. نرش هكذا. لا لا بهزر. رشتين كده من فوق. كده اهو. يا الله. كده اهو. لا يا جماعه. في المخرج بتاعي ده ما يخليش نفسي في حاجه، بقول لك نفسي في ايس كريم، لقيته بيكلمهم دلوقتي يقول لهم هاتوا له ايس كريم. لا بيدلعني بيدلع. لا يا جوهري خلاص بكره بقى. ماشي. وهندخله الفرن على 180 على ايه؟ نفش وكبر واحمر. ماشي. هنروح يبرد بس شويه، نروح الشوكولاته السايحه ايه؟ هنروح سقسقه فيها. ايوه نغطيه مغطسينه كده. خد يا حلاوه يا حلاوه. خلصنا. لا شطوره. لا لسه هنتكلم. النهارده بنتناقش. ما بصدق، ما عشان بعد كده مش هنشوفك كتير، هنشوفك مرتين في الشهر عشان خاطر الشيف ماجد. عايز اسالك سؤال. انت وصحباتك انتوا كلكم متجوزين؟ لا 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 خالص. ايه ده؟ صحباتك ما اتجوزوش؟ في ما اتجوزوش كتير. طيب اللي اتجوزوا، انت وصحباتك اللي اتجوزوا وان شاء الله التانيين يتجوزوا، ولو انكم ايه خليكم احسن كده لو عايزين يتجوزوا. لو عايزين صح كده. انا دايما بقول للناس عقبالك لو عايزه. برافو عليك. انت اتجوزتي عن حب ولا صالونات؟ لا عن حب. وهم في وفي في ايه وفي ايه؟ في صالونات وفي عن حب. انت شايفه كده من وجهه نظرك مين اللي ماشي في سكه الحياه احسن، الحب ولا الصالونات؟ الناس صراحة اللي طولت في الخطوبه. بغض النظر عن حب ولا صالونات. هم دولت اللي فلحوا اكتر. اشمعنى؟
علشان انا ليه دايما بدعو الناس تطول خطوبه؟ علشان ممكن يكون انت شخص كويس ومؤدب وملتزم بس مش ماشيين مع بعض. صح. وانا مش هعرف ده غير لما نقضي مده مع بعض. مش بس لما يحصل موقف صعب، لا، لازم يكون في بينا عشره. نكتشف واحنا لسه مخطوبين. مواقف طبعا، لا، المواقف بتبين فعلا ده راجل كويس ولا مش كويس. بس ممكن برضه يكون راجل كويس وادب مواقف كويسه، انما مش طيب. انا عشان عارفك وعارف جوزك وعارف العيلتين، ما شفتهمش بس عارفهم، انت علاقتك باهل جوزك حلوه قوي وعلاقه جوزك بمامتك فظيعه. صحباتك كده زيك ولا بقى عندهم حموات وفاتينات وحاجات كده؟ اه في طبعا، في طبعا. الاغلبيه ايه شايفه زي علاقتك بحماتك؟ انت حماتك بالنسبه لك؟ لا اصلا حماتي ست ما فيش منها اصلا يعني. استثنائيه. ومامتك كمان ما فيش منها. ومامتي كمان لا يعني. ربنا ما فرصين في الحلال الحمد لله. صحباتك مش كده؟ لا طبعا، مش حاجه كومن. انا بشوف ان حاجه مهمه قوي ان يكون في توافق بين الحموات. ان مش لو هم ليهم دور في الحياه. ان هو اصل الحموات دول هيبقوا جدود العيال، والعيال هتقعد معاهم وهيشربوا منهم. صح. فلازم يبقوا على قدر كبير من الحاجات الكتير. ايوه صح، معاك حق. انا فاهمه، انا فاهمه قصدي يعني. وبرده الناس في التربيه غير الناس في العادي. يعني كتير مثلا من صحابي حتى قريبين ليا بيربوا اولادهم، ممكن يكون اولادهم في نفس سن ابني، بس طريقه تربيتهم لاولادهم انا بالنسبه لي ايه الفرق؟ احكي لنا انت علي ازاي بتربيه وهما بيربوا زي عايز اعرف. يعني في ناس بتستسهل مثلا ساعات عشان ممكن ما عندهاش خلق او ما عندهاش طاقه، مثلا ممكن يدوا موبايل كتير، او ممكن لو الولد زن كتير مثلا يعملوا له حاجه. يعملوا له حاجه يعني ايه؟ يعملوا له هو بيزن عليه يعني. اه يعملوا له امر. وبيضربوا؟ لا مش مصاحبة حد بيضرب الحمد لله، بس في ناس مثلا برضو من صحابي كل الولد اتوسخ تروح انا طول مسحه، يروح جاي لا ايه اوعى تسال في البتاعه دي، خطر خطر، هتموت هتتعور. اه ده انا. انا ولا بستحمل دول ولا بستحمل دول، بس انا الثانيه دول. طب فبقيت بشوفهم من غير عيال، يعني اقول لهم هنفسح العيال ونتقابل احنا لوحدنا. عشان ما يجيلكش نيار عصب. ما بستحملش. شرفتينا ونورتينا، وبهذه المناسبه الجليله هنسمعك رهيب ولا رهيب للفنان الاستاذ عبد المجيد عبد الله. انا بحب الراجل ده جدا. وبعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عوض الله. بس احنا استنوا ثانيه واحده، انت قلتي احنا عملنا ايه؟ لا ما قلتش. ما هذا؟ دي لوبيا بالسلق عطريه القبرصيه. ايوه. ودي سبانخ كريمي بالمشروم. ايوه. ودي شكلمه بالشوكولاته. شكرا شيف منى صباحي، شرفتينا ونورتينا كالعاده. وخلونا دلوقتي نسمع رهيب ولا رهيب لعبد المجيد عبد الله، وبعد كده نرجع له نروح للاستاذ الدكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. الله اكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملأ، من يشبهك يا ودادي. الله اكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملأ، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي بك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. الله اكبر غلط ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملأ، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي بك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. حلو المحاسن وش هالقمر والغزال، حبك بهالقلب ساك وصفة تعدى الخيال. جمعت حلو المحاسن وش هالقمر والغزال، حبك بهالقلب ساك وصفة تعدى الخيال. القمر عندك
عندك رمادي وانت القريب البعيد رهيب والله رهيب الله ما اكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا وداني انت بشر غير عادي بك الجمال العجيب رهيب والله الحاجات الحلوة دي في كلها أحلى من بعض وفيها أنوثة وشياكة وحاجة ما حصلتش والنهاردة معانا مسؤولية الأزياء أستاذة ميسة وحيد. إيه يا ميسة الحاجات الحلوة دي؟ ربنا يخليك. احكي لي كده أنت دخلتي مجال الأزياء وتصميم الأزياء إزاي؟ بص أنا قعدت كتير جدا عمري ما اشتغلت، أوكي؟ وبعدين أنا كان دي هوايتي من وأنا صغيرة، يعني كان عندي مكنة خياطة وبحب أقعد أفك التيشيرت مثلا أركب لها حاجات أطرزها مش عارف إيه كده. وبعدين لما اتجوزت وخلفت والولاد كبروا بدأوا يعتمدوا على نفسهم قلت انا عايزه اعمل حاجه لنفسي ابتديت بكورسز الاول وما كنتش في المية خالص ان انا اشتغل بس الناس اللي درست لي قالوا شجعوني قوي ان انا اشتغل وان انا اعمل حاجه واني عندي يعني تاتش كويسه فبدات بقى كبيره كويسه ربنا يخليك. طب بصي عايزه اتناقش معاكي في شويه حاجات اللي انا شايفه انت واخده الطريق او السكه الخاصة بالحاجات الفرنش الفرنساوي الكلاسيك ده صح ولا غلط؟ ده حقيقي مظبوط كده؟ يعني لما نشوف حاجتك يعني هترجعنا لشياكة الحقول الستينات والخمسينات الكولا الدانتيل الحاجات إيف سان لوران ودور زمان وفالنتينو وشانيل والكلام ده صح كده؟ وإيدي صعب طبعا هو حديث ومعاصر بس انا من اكتر الناس فعلا شانيل وديار وإيدي صعب بس انت مش بقلده حد انا بقول انت واخده السكه دي سكه الكلاسيكيه هي بتبقى يعني طريق من الـ يعني ديزاين معين بس مش ما ينفعش ان تقلد حد لان هيبان ان انت بتقلد وبعد كده تبقى كليشيه قوي صح بس في نفس الوقت بيبقى الحاجات بيبقى فيها طبعا انا بحب الحاجات الكلاسيك ما بحبش حاجات عريانه قوي بزياده فاهم قصدي أوكي. بس طيب انت مستخدمه برضو الاقمشه وانت طبعا برضو عامله المعادله الصعبه اللي هو البساطة مع الشياكة الاتنين مع بعض فعايز اعرف برضو انت بتشوفي القماشة فتستوحي الموديل ولا بترسمي الموديل وبعد كده تجيبي له القماشة الاتنين ساعات بيحصل ده وساعات بيحصل ده يعني ساعات برسم موديل وبعدين ابتدي بيبقى لي يعني فكرة معينة او حاجة رئيسية معينة هي المسيطرة على كل الموديل او الموديلات اللي انا بعملها مثلا لكولكشن وساعات بيبقى قماشة هي اللي توحي لي الموديل انا عايز اعمله ازاي في بداية الكلام قلتي لغاية لما العيال كبروا ويعني بقى عندك وقت بقى عندهم كام سنة؟ هتتخض طيب لا أنا ما شاء الله ولادي يعني أنا ابني الكبير في رابعة جامعة السنة دي ولدين ولا عندي ثلاث ولاد ثلاث ولاد في حد واخد سكة الأزياء والتصميم وكده؟ لا
لا مش بيشجعوكي ولا مش بيشجعوكي؟ لا مشجعوني جدا بس هما فنانين بشكل اخر يعني. اوكي وبتاخدي رايهم في الموديلات؟ اه طبعا. أوكي. طبعا. طيب خلينا نشوف فاصل ونرجع نشوف بقيه المجموعه. أوكي. فاصل ونرجع لكم، خليكم على لو سمحتوا. مرة تانية بنرحب بمسابقة الأزياء اللي عاملة حاجات حلوة قوي النهاردة معانا ميسة وحيد. ميسة الحاجات كلها أحلى من بعض، هي بس ننزل الفيسبوك والإنستجرام على الشاشة، أي حد يحب يتواصل معاها من مصر أو خارج مصر تواصلوا معاها وشجعوا الصناعة المصرية الراقية قوي دي. أنت بتبيعي أونلاين ولا عندك بوتيك ولا عندك؟ لا عندي أتيلي. فين؟ وفي المهندسين. أوكي في أي حتة؟ في شارع لبنان. أوكي. والناس هتخش على الفيسبوك أو الإنستجرام هتلاقي اللوكيشن والعنوان وكل حاجه. وممكن لو حد مثلا لو واحده شايفينها دلوقتي بره مصر وعايزه تعمل فستان فرح او فستان سواري او جرون سواري زي ما انت عامله كده ممكن ده يحصل صح؟ ولا بيبقى صعب ان حد يعني بعيد فانا لو بعت لنا المقاسات بتاعته بالظبط لا بنقدر ننفذ. اوكي بس مش هيفيد بقى ولا بروفا ولا الكلام ده؟ بص حصلت كتير قوي ان احنا عملنا حاجات لناس ما كانتش اصلا موجوده وكانت عايزه الحاجه وهم ادونا المقاسات ولا عادي وطلعت الحمد لله مظبوطه بتوصل لهم بيبقوا فرحانين جدا ان الحاجه كانها حاجه جاهزه اشتريتها بمقاسها يعني. ده مهم جدا. انت شكلك اساسا بتهتمي بكل التفاصيل ودقيقه ودي حاجه مهمه جدا. طيب احكي لي كده، احنا قلنا انت بقالك كام سنه؟ قلنا سنتين ونص تقريبا. سنتين ونص. هقول دي كولكشن خريف وشتاء 23 24. دلوقتي انت ال 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 احنا داخلين كمان على مناسبات كتيره وعندنا افراح وسنه جديده واعياد وكذا وكذا وكذا، انت بتقعدي كام شهر تحضري نفسك للكولكشن؟ حوالي 3 شهور. 3 شهور. وبتستوحيها ازاي؟ يعني بيجي لك فكره الكولكشن على وضعها من ايه؟ يعني الاول طبعا لازم بيكون في فكره ببني عليها ده كله، يعني مثلا فكره الكولكشن دي من الورد والزهور والخطوط الاثنين مع بعض. فتلاقي كل فستان هتلاقي فيه ورد، خطوط، دروبيهات، يعني كله نفس الفكره دي. كل ما بيبقى فيه مره مثلا عملت كولكشن كانت مستوحاه من ورقه شجر كده معينه، اوكي كانت كل هي المين او اللي هي الاساس في كل. بتحبي الطبيعه؟ انا بحب الطبيعه قوي. طيب. وبعدين هو هقول لك حاجه، هي احلى حاجه احلى تركيبه الوان هي اللي ربنا بيعملها دايما. صح صح صح. طيب هنشوف دلوقتي فستان افراح فظيعه. جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا. يلا مزيكا.
الله الله الله، فساتين افرح كلها احلى من بعض. شرفتيني النهارده ونورتيني. ربنا يخليك. بس قبل ما نمشي كده، الفساتين افرح انا عاملاهم كلهم الكلاسيك الرويال. ايوه ملكي. وانت وفي نفس الوقت فيهم بساطه، يعني في بعضهم ممكن لو الفرح مش بالليل ممكن تلبسوا او دور. صح كده؟ ايوه منوران. ربنا يخليك. اشوفك على الكولكشن الجديد ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكي كمان النهارده لاول مره في 14 الشريف، استاذه ميسه وحيد مصممه الازياء وعامله كولكشن كلها احلى من بعض. اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده، ونشوفكم بكره في نفس الميعاد. شكرا لكم، باي باي.